اهلا بكم، رجعنا لكم مره تانية. بالتاكيد لا صوت يعلو فوق صوت التصالح في مخالفات البناء. حقيقي هذا القانون جاء مخرجا وجاء منقذا لاوضاع كتير في البلد كانت موجوده، رغم ان في ناس كتير طبعا بتعترض، ولكن انا يعني بالتاكيد معظم الناس اللي بتعترض حاليا ممكن يكون قبل ما يصدر هذا القانون كانت تتمنى ان تتصالح وتتمنى ان هي كده. في حالات، في بعض الحالات، في هناك اختلاف برضو ما بين التطبيق والقانون او المقصود به فعليا، حاجات كتير هي عامه البلبله دي. لكن في النهايه لازم كلنا عارفين ان اي قانون بيصدر فهو لصالح الوطن ولصالح المواطن بالدرجه الاولى. النهارده احنا يمكن في برنامج انا الوطن انفردنا من 3 أسابيع بفتح هذا الملف، وعملنا حلقتين عن التصالح في مخالفات البناء، والنهارده يعني زي ما بنقول كده ختمها مسك، بنختم هذا الملف ب3 حلقات. النهارده عندنا ضيف من العيار الثقيل، وضيف لاول مره يشرفنا في برنامج انا الوطن، معنا الاستاذ الدكتور رأفت شميس رئيس الجهاز الفني للتفتيش على اعمال البناء وزاره الاسكان. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. وبالمناسبه دكتور رأفت هو احد الخبراء في قوانين البناء وكان مقررا لقانون البناء، فيعني التفاصيل وكل ما النقاط اللي هي علامات استفهام هنقدر يعني نتحدث مع ضيفنا فيها. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. نبدا بقى حضرتك رؤيتك بالنسبه لقانون التصالح في مخالفات البناء. زي ما حضرتك تفضلت من شويه قلت ان القانون ده جاء مخرجا لحل مشاكل كتير. احنا طلعنا قانون البناء في مصر هو قانون 119 لسنة 2008، في المادة رقم 60 في إزالات وجوبية لعدد من المخالفات. قانون 119 صدر في 2008 وكان تطبيقه مرتبط بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون اللي صدرت في 2009. فصدر في 2009، بعد 2009 طبعا دخلنا 2010 و11 و12 و13. الفترة دي كان في سيطرة الدولة على الون ما كانش بنفس اللي احنا شايفينه النهاردة، وكان في مرحلة عدينا فيها سمحت بوجود مخالفات بحجم كبير جدا. فالدولة عندها حجم المخالفات وجوبية الإزالة ولازم تتشال، والمخالفات دي فلوس ناس كتير قوي، أرقام كبيرة. يعني أنا سمعت 3 مليون ومش يعني أنا ما أعرفش الرقم طبعا، بس أرقام ملايين من الوحدات السكنية، ودي فلوس مصريين. ما ينفعش ومش منطقي ان احنا نشيل هذا الكلام رغم ان هو وجوبي الازاله، يعني بالقانون طبقا للقانون كل ما اتبنى بدون ترخيص، اتبنى مخالف شروط قيود الارتفاع، اتبنى على ارض زراعيه، اتبنى على ارض دوله، لازم يتشال طبقا للقانون. والاسباب اللي قلناها دي ما تشالش، وبقى عندنا ملايين من الوحدات السكنيه تمثل استثمارات مهوله للمصريين طبعا. فليس من المنطق ولا ليس من الطبيعي ان احنا نشيل هذه الاستثمارات او نهدها او نتخلص منها بشكل في تدمير لاستثمارات الناس. الدوله لما خدت هذا القرار بتاع التعامل مع المخالفات في صوره تصالح مع المخالفات بشروط مهمه جدا، كان اعتقد ده مخرج مهم جدا زي ما حضرتك قلت من شويه، ان الناس تخش في اطار القانون والوحداتها المبنيه مخالفه يتم تقنينها وتبقى كانها معها ترخيص، حتى التصالح هو كانه ترخيص ومنتج لاثار الترخيص. هايل. ممكن تكمل التعامل مع الوحده بالتعليه بالاضافه بالتعديل بعد كده، يعني كانك مطلع رخصه اصليه. وعشان كده التصالح حاله لتصحيح اوضاع كان صعب جدا انها تصلح من غيره، وكان الحل الازاله، وعشان كده كان في مجموعه من الازالات اللي تمت واللي بتتم دلوقتي الى حالات من المخالفات لن يتم التقادم عليه للتصالح. الوضع اللي احنا فيه النهارده وازمته الاساسيه رغم اهميه هذا القانون ووضوح الفكره بتاعته، وان الدوله بتدخل الناس دول في اطار قانوني وفي اطار، بالاضافه ان جزء كتير جدا من عوائد التصالح هتوجه لخدمه مجال العمران المصري، بدايه من بنى الاسكان الاجتماعي وللفئات غير القادره على توفير السكن او شراء سكن، الدولة بتساعد بجزء كبير جدا من ميزانية هذا مرورا لإعادة توفير الخدمات والبنية الأساسية للمناطق اللي اتبنت بدون ترخيص. يعني كل بنى بدون ترخيص ده محتاج بنية أساسية قوية، محتاج مدارس، محتاج مستشفيات، محتاج شبكات مية، محتاج شبكات صرف صحي، ده الدولة لازم هتعمله. فالمال أو العوائد بتاعة التصالح هتفيد في هذا الكلام، ومهم انها توجه، يعني هي كلها للمواطن برضه، يعني احنا بنتكلم احنا الاخر هتعود اليه بالظبط كده في صوره بقى خدمات وبنيه اساسيه
نعم. وحل مشاكل كتيرة للعمارة. هو حضرتك قانون البناء كان سنة كام؟ 119 صدر في 2008. 2008 يعني. اللي هو بينص على الإزالة. الإزالة في المادة 60. طيب، إذا احنا هنا أنا عايز أوصل لنقطة، يعني إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو لم ينص على إزالة، لكن الإزالة هي تقع وجوبية لعدد المخالفات، لوجود عدد المخالفات طبقا للقانون الصادر 2008 بالظبط. ودي يعني إزالة من غير إجراء قانوني، من غير تقاضي، بقرار من المحافظ. ده القانون الصادر في 2008 بالظبط كده. إذا معنى كده إن احنا الناس بقى حملت ظلما قانون التصالح ومخالفات البناء إن هو اللي بيزيل القانون بتاع اللي صدر في، لكن هو التصالح هو منقذ، بيمنع الإزالة، بيمنع وبينقذ العقارات المخالفة إنها تتهد. نعم. لا تدخلها في إطارها، توقف إزالتها وتوقف كل الإجراءات ضدها. تمام. طيب الـ في دايما بنسمع اللجان الاستشارية الهندسية، دورها إيه في هذا الموضوع؟ خاصة إني يعني هل ده دور حقيقي ولا شكليات، ولا هل في فعلا هيخشوا يراجعوا عشرات الالاف من المباني؟ بالظبط طبيعه هذا الدور. بص حضرتك، القانون في اول حاجه فيه السلامه الانشائيه. نعم. واول شرط اساسي للتصالح هو انها تكون سليمه انشائيا. يعني في حاجات تانية كتير طبعا شروط للتصالح او عدمه، منها السلامه الانشائيه. فالقانون قال ان تشكل لجان في المحافظات بقرار المحافظ برئاسه مهندس استشاري متخصص في مجال الهندسه الانشائيه. نعم. ومجموعه من المهندسين المعاونين ليه. اهم حاجه في هذه اللجنه تتاكد من سلامه العقار الانشائي. واللجان دي طبعا بتشتغل في دراسه ملف التصالح، تتاكد من المساحه، تتاكد من سلامه العقار، تتاكد من سلامه الورق المقدم انها تتصالح او ما تتصالحش. انما تقدير الفلوس ده بناء على قرار من المحافظ المختص. وبرضه يعني كان في طبعا لازم نشكر المحافظين ووزاره الاداره المحليه في هذا المجال، ان عاملين مرونه جامده جدا في تحديد قيمه التصالح. طبعا انت عندك العمران المصري متنوع جدا، حتى في المحافظه الواحده ما ينفعش احط رقم واحد للمحافظه، يعني كل محافظه فيها متنوع، مستويات من العمران ومستويات من الاسكان ومستويات من اقتصاديات السكان. فمن الطبيعي ان يكون في تنوع شديد ومستويات كتيرة. عشان كده المحافظين في قراراتهم حطوا مستويات لارقام التصالح. تمام. فده تحديد قيمة التصالح دي مسؤولية المحافظ، والمحافظين كلهم مشكورين عملوا هذه القرارات وعملوها بشكل جيد جدا، ان هي مستويات التصالح متدرجة يعني متناسبة مع دخل السكان. نعم. ومع ممكن وكمان في محافظين كتيرة كتير عملوا تخفيضات في قيمة التصالح. نعم. وكمان القانون حط ان التصالح يتم على مش لازم يدفع حالا الرقم، يعني بيتم بالتقسيط على 3 سنوات بحد اقصى بدون فوائد. نعم. للناس الغير قادرة تكتب تتقدم التصالح مرة واحدة. طيب من وجهة نظر حضرتك، طب رغم تحذيرات القانون بعدم التصالح ما بعد 2017، اسباب استمرار المخالفات بعد 2017 في البناء؟ هي حاله نفس الحاله اللي قبل كده. ان المواطن لما يحس ان الدوله سابته مره واثنين وثلاثه وما تدخلتش فعليا، بيبقى متخيل ان الدنيا هتعدي وتمشي، فهم مش واخدين بالهم شويه ان الدوله بقت غير الدوله، والنظام بقى غير النظام، والسيطره بتاع الدوله اختلفت بشكل كبير على الحاله بشكل عام وعلى العمران بشكل خاص، ان بقى في تعامل حقيقي وفعلي مع المخالفات. واحنا كلنا شايفينه في الفتره الاخيره ان بعض المخالفات اللي ما كناش خلينا ممكن تتشال بجد. قبل كده كان ايه، ممكن تيجي تعمل ازاله حيطه مش كده، او خرم في حيطه او فتحه في سقف، لكن الازاله بتحصل بشكل حقيقي، وبعض الحالات بتصل لسطح الارض مباشره. يعني في تدمير بيحصل لبعض الحالات، وفي ازاله كامله في بعض الحالات المتعديه على اراضي الدوله ومتعديه على خطوط التنظيم. فالناس كانت متخيله ان ممكن الدنيا، فده خطا شديد. انت عندك حالتين من التواريخ، في تاريخ البناء الارض الزراعيه اللي هو لغايه 27/7/2017، والبناء في المدن لغايه 9 ابريل 2019. نعم. دول تاريخين مهمين جدا للتصالح. ما بعد هذا الكلام لا يشمله هذا القانون، يعني القانون ده بيشمل كده، ما بيشملش اللي بعد كده، يعني على الارض الزراعيه اللي بعد 17 2017 او البناء في المدن بعد ابريل 2019، خارج هذا القانون، وهيبقى يتم معاهم بشكل مختلف بقراءات اخرى يعني. تمام. طيب يمكن دايما نلاقي فيه حضرتك شكوى من ارتفاع التقييمات
شكوى من حاجه ال 25% جهه التصالح، وبنشوف ان في اختلاف ما بين اداره واداره، محافظه ومحافظه، في يعني مثلا ال 25% ممكن يساعد الناس تدفع اكتر. ايه اسباب هذا الاختلاف؟ اسباب زي ما قلنا من شويه، السبب الاساسي ان كل محافظ محدد قيمه التصالح بالمتر المسطح في محافظته، ومتنوع جوه المحافظه نفسها. يعني ده ممكن في حي من الاحياء العمارات اللي على شوارع كبيره وعلى الميادين غير العمارات اللي على شوارع اصغر، غير المستويات الاسكان الاقل. فجوه المحافظه اوريدي في تنوع، فمن محافظه لمحافظه في تنوع على حسب هذا الكلام. فده شيء طبيعي جدا ان يكون في تنوع مرتبط بالمستوى الاسكان، مرتبط بالمنطقه نفسها، مرتبط بظروفها واقتصادياتها. يعني في منطقه المتر بيتباع فيها ب 10,000 جنيه، منطقه ثانيه المتر بيتباع ب 2000 جنيه. فالتصالح هنا غير التصالح هنا، في منطقه بيوصل ل 20 و30,000 جنيه. تمام. فطبيعي ان يكون في تفاوت، وطبيعي ان يكون في تغير من منطقه لمنطقه حسب هذا المستوى. شايف حضرتك ان القانون التصالح ومخالفات البناء اللي تم صدره في 2019 اضاف ايه للقوانين اللي سابقه ليه؟ يعني هل هو اضاف شيء جديد ولا قانون التصالح؟ التصالح اللي صدر في 2019، قانون عام 2019 اللي هو 17/2019 في ابريل 2019 بالظبط كده. لا طبعا اضاف حل مشكله كبيره جدا كانت موجوده في واقع ما بعد 2008. يعني 2008 مرت علينا احداث يناير، مرت الفترات الملاحقه بعديها، وما وكانت تتميز بغياب الدور القوي للدوله في السيطره على الامور في بعض المجالات، منها مجال مخالفه البناء والتعديلات الزراعيه. ارقام التعديلات الزراعيه ارقام مرعبه، ارقام عدد المخالفات البناء بتصل ل 3 مليون وشويه في بعض، انا مش عارف الارقام دي طبعا مدى صحتها ايه، بس هي كتيره، مش ملايين طبعا في الوحدات السكنيه والاف من الافدنه الزراعيه تم اهدارها في هذا الكلام. هو القانون حل مشكله لناس كتير، وحل مشكله ان حط الدوله كانت في مأزق، هتنفذ طب هتنفذ على حساب مين والناس هتعمل ايه؟ فكانت فرصه للخروج من هذه الازمه. فهو لا، قانون مهم ممكن في تطبيقه في بعض الثغرات، وده طبيعي يعني هو مش قرآن، يعني في بعض الثغرات في التطبيق نتيجه اسباب كتيره جدا، ممكن تكون اخطاء بشريه، ممكن تكون اخطاء في التطبيق، ممكن يكون اخطاء في الحساب. يعني القانون بيقول لك ان كل مخالفه ليها، يعني حط الوزير القانون حط حد الاقصى للتصالح. يعني المحافظ لما بيقول 1000 جنيه ولا 800 جنيه ولا 500، ده الحد الاقصى. تمام. جوه الحد الاقصى في تنوع وشريد، يعني اللي بيخالف معماري بس بيدفع 5%، اللي بيخالف انشائي بس بيدفع 10%. فممكن انت تكون مخالف في عماره معماري فقط فتدفع 5% من الرقم بتاع المحافظ، واللي جنبك مخالف مخالفات اخرى يدفع 50% او 100%. نعم. فعشان كده التفاوت على حسب طبيعه المخالفه، شكل المخالفه ومكان المبنى وتسعير او الفئه اللي عاملها المحافظ للمنطقه، فهو ده سبب اساسي للتفاوت طبعا. ناس كتير بتقول ان القانون بيطبق باثر رجعي ومفيش قانون يطبق باثر رجعي، رد حضرتك على الكلام ده؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها اثر رجعي في القانون ده بالذات. الناس بس لو قريته كويس، القانون بينفذ احكام الماده 60، وماده 60 طالعه في 2008 بتقول اللي يبني هذه النوعيه من المخالفات لازم يتشال وعنده واجبيه ازاله، والازاله بقرار اداري مش بحكم مش قضاء، مش قضاء. فانت بتنفذ ماده موجوده في 2008، مش بتنفذها النهارده، مش جديده. ده اللي احنا حابين نشير فيه. لا، مفيش اثر رجعي. لا طبعا. استاذنك ناخد محمد من الشرقيه. حاج محمد اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. استاذن حضرتك بس في موقف تصالح بالنسبه لي انا. اتفضل. اسمعني. انا باني بيت عباره عن اربع ادوار. ايوه. داخل الحيز العمراني وسط الكتله السكنيه. تمام. الدور الارضي مش واخد فيه محاضر. الدور الاول علوي والثاني علوي والثالث علوي واخد فيهم محاضر، بس على كذا فترة من 2017 و2016. تمام. واخر مرة 2020 قبل قرار اللي هو بتاع وقف المباني. تمام. خدت محضر بالبراءة الدور الاول علوي، اسف الدور الثاني علوي. ايوه. الدور الاول علوي خدت فيه، دفعت 18,000 جنيه في المحكمة. تمام. فعاوز أعرف كده، أنا ليا تصالح بالنسبة لمجلس المدينة عندنا.
هل انت رحت ليهم طيب يا استاذ محمد؟ انا رحت بس ما حدش افادني بحاجه. لو في سؤال اهم يا فندم، اتفضل. هل المبنى اصلا بترخيص ولا غير ترخيص؟ لا، المبنى بدون ترخيص. طيب يعني بدون ترخيص لازم يتصالح في كل الاحوال. حتى لو انا واخد في دور براءة في لا خلي بالك بس، البراءة دي في شقين في المخالفة، شق على الشخص وشق على العقار. فالبراءة دي بتاعتك انت عشان ما تتحبس وما تدفعش غرامة، لكن العقار مخالفته موجودة. لا تنتهي ولا تسقط بالتقادم. تمام. يعني مخالفة العقار موجودة لا تسقط بالتقادم، اللي يسقط بالتقادم او انقضاء الدعوة على الشخص نفسه بعد 3 سنين من إقامة الأعمال. لو اتحكم عليك أنت كشخص يا حاج محمد. يعني أنت طلعت براءة كشخص، لكن المخالفة موجودة. تمام. ولازم يتم تصحيحها. بالنسبة للي أنا خدت فيه غرامة في المحكمة 18,000. هو على حسب بقى القرار بتاع المحكمة ده، عشان انقضاء الدعوة عليك ولا على العقار؟ مع حسب القرار بتاع المحكمة. 18,000 دول بتوع إيه؟ أو البراءة، آسف. بتوع الدور الأول علوي عندي. لا يا فندم، هل الحكم طالع بانقضاء الدعوة عليك كشخص؟ ولا على العقار كله؟ يعني المخالفات انتهت على حسب، ارجع للحكم وخلي محامي يقرا لك الحكم. طيب طيب، البراءة لشخص انا مش للعقار. يبقى خلاص. طيب كده خلاص، يبقى لازم، يبقى انت لازم تتصالح يا حاج محمد. ارجو نكون وصلت المعلومة. ايمان من بحيرة، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا فندم. اهلا عليكم السلام، اتفضلي. بص حضرتك، احنا بانيين بيت. أيوه. 4 ادوار. ماشي. من سنة 2015. تمام. والارض اللي احنا بانيين عليها البيت دي مش ارض زراعية، دي ارض مباني. ماشي. مدخلين ميه، مدخلين كهرباء، مدخلين صرف صحي، ودافعين كل المخالفات اللي علينا، بس ما جالناش غرامه. يعني ما جالناش محضر ان احنا مبنيين غلط او مخالف. فهل حضرتك احنا علينا ان احنا نتصالح زي الناس اللي بتتصالح دي مع الحكومه؟ اتفضل. ايوه طبعا عليكي لازم تصالحي حضرتك المبنى بدون ترخيص طبعا، مش كده؟ مرخصه ولا من غير رخصه؟ احنا ما عملناش صراحه رخصه للبناء، بس احنا بنينا ومحدش جالنا ومفيش غرامات، لان ما هي في الوقت دوت. ما هي المشكله يا استاذه ايمان ان مصر كلها محدش جالها، دي مشكله. فلان برضو كان في يعني واضح كان في نهم شديد للبناء، بس اي مبنى من غير ترخيص لازم يروح يدور ويتصالح. او اي مبنى مرخص وخالف رخصته. انا دفع غرامات للكهرباء في 25,000، وللميه في حدود 20,000. يعني عامله مقايسه مرتين للبيت عشان يجوا للميه. لا دي مقايسه تدخل مرافق يا فندم، مش الصرف الصحي دفع. فانا دلوقتي هتظلم، يعني الناس اللي هتعمل تصالح لا هي هيخش لها كل المرافق ديت بسعر رخيص، يعني هتدخل الكهرباء مش هتدفع مقايسه للكهرباء. لا يا فندم لا 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 لا، بالعكس ده انت يمكن تدفع اكتر منك يا استاذ ايمان. لا ده موضوع مختلف. موضوع حضرت. مختلف المرافق دي حاجه مختلفه. شكرا استاذ ايمان، بس لازم طبعا من غير ترخيص لازم تتصالح. طيب ال وفقا لاحكام الماده 60 من قانون البناء، اذا لم يتم التصالح على المخالفات على المباني بعد 2018-2019 الإزالة واجبة. طيب هل سيتم الإزالة؟ بص، لغاية دلوقتي القانون ينتهي سريانه في 30/9. تمام. تمام؟ أو في نهاية شهر 9 يعني. هيتعمل إزاي مع الكلام ده؟ ده إجراء للدولة. لسه طبعًا لغاية دلوقتي هو إزالة. ومعالي دولة رئيس الوزراء أكد على كده، وفخامة الرئيس أكد على كده. إن مفيش تجديد، واللي مش هيتصالح هيتشال إذا كان وجوب الإزالة. طبعا حته هيتشال او مش هيتشال دي برضه لازم الناس تفهمها شويه. كل ما كان وجوب ازاله في ظل احكام القانون 119 هو هيتشال، اللي قبل كده مش وجوب ازاله. يعني اللي قبل 119 كان المخالفات بيحصل لها اجراءات بتنتهي في المحكمه بقرار محكمه. نعم. وده السيستم اللي او المنظومه اللي بتنظم العمران قبل 119. انما 119 حدد وجوبات الازاله، هم دول اللي حضرتك بتعنيهم هيحصل معاهم ايه؟ دي لغايه دلوقتي هو تحصل ازاله لغايه النهارده، ممكن يحصل اجراء اخر من الدوله، تشريع اخر، الله اعلم، بس لغايه دلوقتي هو ازاله. تقدير المخالفات وقيمتها هل هو صلاحيات وزاره اسكان او وزاره او المحافظين؟ وهل ممكن هل مين اللي ممكن سلطته يراجع الحاجات دي او لا هو يخفضها؟ تقدير قيمه التصالح. اسف، قيمه التصالح. لا دي مسؤوليه اللجان. بص حضرتك، الرقم نفسه بتاع المتر المسطح ده قرار المحافظ. تمام. اللجنه بتراجع المسطحات وبتراجع نوع المخالفه، هل هي مخالفه معماريه فقط، مخالفه معماريه ومخالفه انشائيه، مخالفه في الاستخدام. تمام.
في مجموعه من المخالفات، قيمه الكلام ده عشان كده ممكن نلاقي تفاوت من لجنه لجنه، وممكن عشان كده الدوله برضو مديه للمواطن فرصه للتظلم اذا كان قرار اللجنه او رفضها للتصالح من اساسه ضد مصلحه المواطن، او هو شايف ان في خطا من الاخطاء من ليه انه يتظلم. تمام. لجنه اعلى، يعني اللجنه الاولى بتاعت لجنه فنيه بيرقصها مهندس الشاري، اللجنه الثانيه بيرقصها قاضي في مجلس الدوله، والثانيه بيبقى كانها حكم محكمه، بيبقى حكم نهائي. تمام. هي. فوارد ان يكون عندك نوع من المخالفات ويحصل اختلاف بين اللي انت عايزه واللي اللجنه قالته، واخد بالك؟ لو انت عندك حق وشايف عندك حق ليك انك تتظلم تبقى لاحكام القانون. نعم. من قرار اللجنه ده موجود ممكن. طيب ناخد عبده من اسكندريه. ايوه عبده، معاك يا بيه. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. لو سمحت انا بسال بس، هل المخالفه المبنى السكني نفس قيمة المخالفة اللي هي هتبقى مثلا على مشروع لمغزى حظيرة مواشي او مزرعة فراخ او شبه ذلك؟ تمام، ماشي يا عم عبدو. لحظة يا بيه معلش. اتفضل. وهل انا لو رحت اتصالح معاهم ولقيت المبلغ هيبقى كبير وتراجعت وشلت الشق اللي انا مخالف فيه بالنسبة للمزرعة وسبت المبنى السكني، هل في غرامة علي؟ انت بتتكلم عن المزرعة. طيب. انا استغنى طيب عن شقين في السؤال يعني. في شقين في السؤال. سامعين من المحافظ اسكندريه مفيش تراجع ولا استسلام بالنسبه للمخالفه. طيب. اللي هي بتاعه المزرعه. طب اسمع اجابه عم عبد. هو انت في كذا شق في السؤال. اول شق، هل القيمه السكني زي غير السكني؟ لا طبعا، القيمه ومحدده في قرار المحافظين حسب نوع الاشغال وحسب المنطقه ومستواها، وحسب سواء المدن او القرى، سواء حتى في المدن الشوارع الكبيره غير الشوارع الصغيره غير الميادين، ففي تفاوت كبير وفي درجات كتيره منظمها قرار المحافظين ومعموله بشكل كويس. الحاجه الثانيه انك بتقول لو التصالح طلع كبير قوي اهد المبنى اللي انا فيه مشكله، لا طبعا مش مستحيل، يعني ممكن يطلع التصالح اغلى من المبنى، مستحيل. واخد بال حضرتك؟ في الغالب قيمة التصالح على حسب الكلام ده نسبة مئوية مش عالية من تكاليف المبنى الفعلية او تكاليف بيعه، فمستحيل يكون الحل انك تهد المبنى اللي انت بنيه. بالتقسيط على 3 سنين اعتقد يعني. بالتقسيط على 3 سنين. طيب معانا استاذ مصطفى من اسكندرية، اتفضل يا فندم. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك وضيفك يا ريس. اهلا بيك، اتفضل. انا بس عايز استفسر عن حاجه. ضيف حضرتك بيقول ان المخالفه بتفضل ظله محكوم فيها، البراءه دي براءه للشخص، هل المخالفه دي ملهاش براءه؟ ليها براءه اذا كان المحكمه قضت بكده يا فندم. ما انا بقول لك ارجع لحكم المحكمه كله. نعم، ما قضتش نص الحكم. ممكن تسمعنا من التليفون يا استاذ مصطفى عشان نبقى معاك بس، لان في وش جامد قوي عندك. حاضر. في الحالة دي حضرتك لازم ترجع لحكم المحكمة وحكم البراءة، هل براءة للشخص ولا براءة عن المخالفة؟ على حسب نص الحكم يا استاذ مصطفى. البراءة للحكم ككل، للقضية ككل. طبعا وارد انها تبقى للمخالفة على الشخص وعلى العقار نفسه. مين المخالفة؟ نعم؟ مين هيحاكم المخالفة؟ حضرتك بتقول المخالفة لها حكمها لوحدها، مين هيحاكمها؟ يا فندم انا بقول لك حسب حكم المحكمة اللي طالع بالبراءة. هل للشخص المخالف ولا للعقار كله والقضية كلها تخلص؟ حسب منطوق الحكم يا أستاذ مصطفى. تمام، حسب منطوق الفندم. القانون ده عشان ينجح يكون تصالح، ده لابد من التسعير يكون معقول بالنسبة للمتر. محافظ اسكندرية عمره ما عايز ينزل سعر المتر، القاهرة نزل، الجيزة نزل. طيب احنا بدي الشارع الضيق ده الشارع الواسع. احنا هنا بنضم صوتنا لصوتك يعني يا سيد اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه، حد يعني واضح ان هو راجل في الشارع وراجل فاهم، فبرضه احنا نشوف لو في حاجات او حالات محتاجه تراجع كتسعير في مناطق معينه، احنا بنوجه ان صوتنا مع صوتك لحقكم طبعا، حق الناس لما يتساواش على الشارع عمومي واسع مع الشارع ضيق. ممكن ده التدرج اللي احنا قلنا عليه. ده موجود يا فندم، موجود في قرارات المحافظين، معظم قرارات المحافظين مراعيه الكلام ده كله ومديه مستويات متعدده لقيمه التصالح جوه المحافظه. تمام، اعتقد في اسكندرية في نفس الكلام. تمام يا استاذ مصطفى، شكرا. طيب في حد يسألني بيقول لي طب انا واحد مقاول بنا ودخل كهرباء ودخل مرافق
الكلام ده كله واتساب على مدار السنوات اللي فاتت، وتحددت عليا ضريبه عقاريه وكمان شقه بدفعها، ولما كنت بروح اسجل البيت او ما شقته مثلا في شهر عقاري او الى وي لاخره، وفي الاخر جاي اتحاسب على اخطاء انا ما اعرفهاش كتاريخ يعني. يعني ده نقول له ايه؟ اول حاجه تقول له ان كلامه مش مظبوط. ليه بقى؟ لانه مش ممكن واحد يكون في عقار مخالف وهيسجل ويعمل ضريبه عقاريه عليه والكلام ده كله. خلاص، بس في كهرباء وميه داخل. لا ماشي، عشان اقول له كلامك نص مش مظبوط. تمام، يعني مفيش تسجيل لعقار مخالف. ماشي. طب والميه والكهرباء والميه والكهرباء دي كانت بتخش في ظروف معينه، يعني كون الدوله راعت ظروف الناس. تمام، اللي بنيه مخالف ومش هتموتهم من الجوع والعطش طبعا. يعني كون انها راعت ظروفهم وعملت توصيل مؤقت، وكل ده كل بقى كل ده توصيل مؤقت بممارسات مش توصيل دائم. نعم. فالدوله انها تساعد الناس يعني ده بعد عظيم ولازم نراعيه، بس ده لا يديهم شرعيه ولا يديهم قانونيه في العقار المخالف. تمام حضرتك؟ فلا لازم يتصالح ولازم يخش في اطار القانون وفي مظله التشريعات بتاعه الدوله، ولان التصالح هيديله قيمه مضافه انه ممكن يتعامل على العقار ده بعد كده. يعني كانه رخصه، يعني التصالح بيديله كانه مرخص المبنى فعلا. كويس. ويقدر يكمل ويعلي ويعدل كانه جميل. مرخص مبنى، فده لا ده شيء مهم طبعا. فندم، في تساؤلات بتجي لنا من المدن الجديده، بيقول لك ان معظم البنايات هناك او الدوبلكس، شقق الدوبلكس فيها سلم داخلي، وده شيء مخالف. طبعا فالجهه سايبه المالك اللي هو سايبه، اسف، اللي هو المخالف، سايبه المخالف اللي بيتعاقب اللي بيشتري مع ان هو ما خالفش. تمام. الوضع في هنا يعني، هل مين اللي يدفع هنا يعني؟ بص، الدوبلكس في حد ذاته مش مخالف. المخالفه اذا كان في جزء دور من الدورين مخالف، سواء بدروم او سطح، واخد بال حضرتك؟ يعني وجود دوبلكس مش حد ذاته مش عيب يعني. بس السلم الداخلي اللي اعتقد، لا مش عيب برضه يكون في سلم داخلي. المشكله لو جزء من المبنى مخالف، فاهم قصدي؟ يعني لو انت موصل بين دور ارضي وبدروم كان مكانه استعماله اصلي جراج، وانت عملته ساكن، هي دي المخالفه في حد ذاتها. او لو الدور الاخير وربطته بالسطح بسلم داخلي، هي المخالفه انك استعملت جزء من السطح في السكن. تمام. هي دي المخالفه. هي دي المخالفه. فده موجود فعلا، وفي شركات استثمار عقاري كتير كان بتبيع وحدات فيها جزء من بدروم سكني وجزء. دي مشكله ومخالفه قام بها المنمي الاساسي، ولازم برضو يتم التصالح عليها. تمام. لازم يتم التصالح عليها. ودي المالك ولا المطور نفسه؟ بص، هو انا لو في واحد بيشتري الوحده بحالها من المنمي العقاري زي ما هي كده، ما عملش تعديلات، هي مشكله منمي عقاري، بس هي محتاجه شويه اجراءات قانونيه. يا ممكن الشخص يتصالح عشان يثبت حقه في الفتره دي. نعم. ويرجع على المالك، ده اجراء بقى بينظمه قول مدني، يرجع على المالك بالتعويض، لان هو المخالف مش المشتري يعني. طب ناخد عبد الرحمن من الشرقيه. يا فندم السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. زي سعادة الفندم. اهلا بيك. احنا شاكرين اهتمامكم بالتوضيح للمواطنين، لان فعلا في لغط كبير موجود في الشارع ما بين المده المحدده او الميعاد اللي بيبتدي عليه تطبيق فعلا القرار اللي بني قبل 2008 ولا بعد 2008، الحدود المعينه. طب في المخالفات ايه؟ واحد عنده ترخيص لكن خالف شروط الترخيص، مثلا طلع ترخيص بان المساحه اللي بنيها 120 متر، هو بنى على 160 متر. تمام. الجزء الزائد ده مش عليه ترخيص. برضه حته مخالفه الشهادات في بعض الحائط، داخلي حائط خارجي داخل المبنى نفسه. فهل يا فندم اللي هو مثلا كان طلع له رخصه ب 120 متر وبنى 160 متر على اساس عمل مدخل خاص او مدخل من بره، هل دي بيخضع لموضوع المخالفين والاجراءات المطلوبه؟ ويا ريت بس لا السؤال بس لا لا ولا بعد 2008؟ لا ممكن السؤال مره ثانيه الخاص بالمساحات. هو واخد رخصه 120 وبنى عمل شبكات يا فندم، الشبكات طلعت له جزء 120 متر داخل الحي العمراني، وبقيه الجزء المبني اللي هو ملكه اصلا خارج الحي. يعني في جزء 40 متر خارج الحي، خارج الكردون يعني، خارج الكردون على ارض زراعه يعني ولا ارض دوله؟ لا ارض زراعه، ارض ملكه زراعه يعني، باني جزء في الكردون وجزء في ارض زراعيه خارج الكردون. ده سنه كام؟ ده من 2009. من 2009.
تمام. ايوه فاهم. المطلوب على اساس برضه ان الناس عاوزه الحمايه اللي تساعد المواطن، يعني شاء العمر كله اتعمل في حاجه زي كده. اكيد طبعا. انت عارف الموضوع ده بيبقى مهم جدا لكل واحد. ما هو يعني برضه خد بالك استاذ عبد الرحمن، انا من قريه ومن ريف، يعني برضه انا لما اقنن وضعي واتصالح هترتاح حتى من رزاله الموظف بتاع المجلس المدينه اللي بيعدي يديك كل شويه محضر بتاع الزراعه مثلا، فاهمني ازاي؟ وتراضي ده وتعمل ده، ما احنا احنا مع القانون بكل احترام وكل، لان دي بلدنا. بس هي القصه دي كانت ارض ملك والدنا، ولما جه عمليه تصوير جوي فدخل جزء منها في الحيز العمراني. طيب. فطبعا كل واحد حلمه عمره وسفره وغربته. اكيد طبعا. انا اعمل حته بيت عيب فيه شقه. انت اباني 2008 وقبل 2008 مش كده؟ 2009 اباني في 2009. 2009 دكتور. بص حضرتك 2009 طبعا اللائحه بتاعت قانون البناء 119 صدرت في 2009. لو انت قبل 2009 او بعد، في كل الاحوال انت لازم تصالح طبعا. والبنى على الاراضي الزراعيه او على الكوردونات المدن او كوردونات القرى واللي في الحيز والجزء الملاصق ليها، فانت هتبقى تبع هذا الجزء الملاصق، ليك تصالح. انت ليك تصالح في كل الاحوال حضرتك، واذا كانت مخالفه معماريه او مخالفه بنى بدون ترخيص، على حسب حجم المخالفه وعلى حسب نوعها بتتقدر قيمه التصالح بتاع حضرتك. انت حضرتك ما قلتلناش انت مبني برخصه ولا لا، ونوع البنى ايه؟ هل كنت مرخص وخالفت اللي انا فاهمه ان عندك 120 متر مرخص؟ عبد الرحمن لا، هو 120 متر وبنى 160، يعني مرخص ممكن يعني لو انت مرخص على 120 متر 160 دي اسمها مخالفه رسومات ترخيص، مش بنى بدون ترخيص. فدي بيبقى ليها تقدير اقل بكتير من البنى بدون ترخيص، بتصل ل 15% من قيمه الرقم بتاع ال 15% 5 على المعماري و10 على الانشائي. جميل. طيب هنخرج فاصل يعني خد بالك بس عشان الناس تبقى فاهمه. اتفضل. يا ريت. اذا كان المحافظ المنطقي حاطط 150 جنيه مثلا، فاهم قصدي؟ فبياخد 15% من 150، يعني يعني 22 جنيه ولا 22 جنيه او ساعات على المتر، كلام فارغ يعني. طبعا. طيب هنخرج فاصل اعلاني وهنرجع تاني نستكمل اتصالاتكم ونستكمل برضو حوارنا مع ضيفنا بعد الفاصل. اهلا بكم، نرجع مره ثانيه نستكمل حوارنا مع دكتور رأفت شميس رئيس الجهاز الفني لمتابعه التفتيش على اعمال البناء. طبعا القضيه اللي بنتكلم فيها قضيه مهمه وهي قانون التصالح في مخالفات البناء، لكن في هنا هقول لحضرتك كلام بيتقال وده مش خافي على حد، ان الدوله، الناس بتقول الدوله بقى اهمها دلوقتي لما فلوس وخلاص مش همامها اي حاجه، عايز اي حاجه تجيب فلوس فالدوله فيها. ده بيتقال ولازم نقوله عشان نرد عليه. بص حضرتك التصالح على البناء كان ليه اهداف كتيره، منها توفير البنيه الاساسيه للعمران ده، لان العمران اللي اتبنى بدون مرافق لازم يتوفر له مرافق، يعني الناس اللي سكنت وتعدت على اراضي الدوله او تعدت على اراضي الزراعيه او تعدت على اراضيها الملكيه بدون ترخيص في مناطق غير مخططه، لازم يكون عندهم مستشفيات، لازم يكون عندهم مدارس، لازم يكون عندهم شبكات ميه، لازم يكون عندهم شبكات صرف صحي وشبكات كهرباء وتليفونات وغاز. فالبنيه المفروض في الطبيعي انك بتجيب ارض فاضيه تخططها وبعد كده تبني. تمام. انك لما تمشي بالعكس تبني وبعد كده توصل مرافق، ده بيخلي المرافق تكلفتها عاليه جدا. والدولة لازم توفر، مش هتسيبك من غير مدارس، مش هتسيبك من غير ميه، مش هتسيبك من غير كهرباء. فجزء كبير جدا من عوائد التصالح زي ما قلنا هتوجه للإسكان الاجتماعي، والجزء الأكبر هيخش في الميزانية بتاعت الدولة لتمويل هذه النوعية من المشروعات. مش البنية الأساسية. البنية الأساسية، البنية الأساسية دي كلمة كبيرة جدا حضرتك، بتبتدي من أول الشارع وسفلته مرورا بقى بالشبكات المياه والكهرباء، نهاية بالخدمات الأساسية، مدارس، مستشفيات، جامعات، ده كل دولة هتعمله. تمام. لازم هتعمله. فانت لو كنت من الاساس خططت واسست فتلاقي الارض كان هيبقى سعرها غير السعر اللي انت اشتريت بيه في المناطق المبنيه بشكل مش مخطط بشكل عام. فاحنا الان نقول ان الدوله في الاخر بتدخلك منظومه الدوله، وفي الاخر بتزودك بالمرافق اللي انت محتاجها اللي مش ممكن تعيش من غيرها. نعم. ولو عشت من غيرها يبقى انت في حاجه غلط، خد بالك. اي عيشه مش سويه بتنتج نتائج مش سويه. طبعا.
ولو احنا قلنا في عمران من غير خدمات هيطلع الناس شكلها ايه؟ وجزء كبير جدا المشاكل الاجتماعيه والجرائم الاجتماعيه نتيجه مشاكل السكن وظروفه الصعبه. ما زي ما كنا بنشوف المناطق العشوائيه هنا وهنا اللي اتطورت واتنقلت نقله مختلفه. بالظبط. اثرت حتى على شخصيه ال الشكل نفسه اتغير وسلوكياته لازم تتغير. واخد بال حضرتك؟ نعم. يعني سلوك الانسان ده رد فعل طبيعي للنشاه بتاعته. نعم. فانت لازم تخلق مجتمعات كامله وسليمه ومناسبه للسكن للناس. نعم. ادميه. طبعا. شيء ادمي. ده جزء كبير جدا من دخل التصالح موجه في هذا الاتجاه. ده جميل قوي. استاذة مها من اسكندريه اتفضلي يا فندم. استاذة مها. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام اهلا بيك اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك. دلوقتي انا كنت شاريه شقه تمليك. ايوه. ولسه عليا اقساط بسددها. تمام. والعمارة فيها مرخصة وكل حاجة من 2017. كويس. اوكي. فأنا دلوقتي يعني هدفع القسط ولا هدفع المصالحة ولا أنا مش عارفة أعمل إيه بصراحة يعني. إحنا لسه ما كملناش أقساط الشقة أساسا. المصالحة إزاي إذا العمارة مرخصة؟ المخالفة إيه؟ يعني أنا في الدور الرابع. أيوه. هو المفروض البناء مثلا إيه تقريبا لغاية تاني دور. ما فيش عمارة هتتبنى لغاية تاني دور، أنا واخدة في الدور الرابع. فهل أنا عليا مصالحة؟ وانا لسه ما كملتش اقساطها. سؤال انا مش عارفه صراحه يعني. طب الدكتور هيقول لك. وبعدين رحنا النيابه العسكريه مش عارفين، رحنا المحافظه ما حدش بيدل على اي حاجه خالص. طيب هنقول لحضرتك دلوقتي، اتفضل يا دكتور. بصي حضرتك، طالما انت مرخصه وخالفتي شروط الترخيص غير البني بدون ترخيص بالكامل. كويس يعني. تمام. ده يعني على الاقل احترم الدوله وطلع رخصه. اساس رخص حتى دورين بس. يعني اسمها مخالفه لرسومات الترخيص. وفي اضافه على الترخيص الاصلي غير البنى بدون ترخيص نهائي بالكامل. ما اعتبرش اي نظام. بالظبط. فهيبقى ليه تقدير مختلف وفي اللجان بتعمل لها تقدير مختلف طبعا. ارجو كنت طمنت يا استاذه مها. طيب فندم، الواحد ساعات بيخش شوارع كده بيمشي في احياء بيلاقي شوارع 6 متر و4 متر و8 متر، ده حاصل بقى في الهرم والجيزه واسكندريه وكل حته، وتلاقي ابراج ما شاء الله 12 و11 وحاجات زي كده. بسال سؤال، لا قدر الله لو قامت حريقه مثلا في مكان زي ده، قامت اي مشكله، طب ازاي بيتم التعامل في الحاجات دي؟ بص حضرتك، التعامل مع الحريق بشكل عام في شقين. في شق المبنى نفسه بيتعامل لغايه ما تيجي المطافي وتتدخل. وفي شق اساسا مش مطلوب قوه حريق من اساسه والمبنى المفروض يكون مجهز بامكانياته وشبكات المايه اللي في الشوارع تغطي الحريق. يعني في كود الحريق بيقول المبنى اللي لغايه 16 متر مش محتاجين اي اجراءات متعلقه بالحريق في المبنى. نعم. بنكتفي بشبكات المايه اللي في الشوارع تتعامل مع الحريق ان قامت لا قدر الله. بقى بعد 16 متر بيخش المبنى في مستوى تاني لازم يتعمل له اشتراطات حريق. بدايتها ان يكون في سلم هروب غير السلم الرئيسي ويكون له مواصفات معينه. مرورا بقى بشبكات الميه، بخزانات للاطفاء، بترمبات لتغذيه شبكه الاطفاء، وبتصل في بعض المباني الضخمه ان تعمل اطفاء تلقائي وانذار تلقائي زي اللي احنا قاعدين فيه ده. طبعا لازم يكون في الكلام ده كله. الكلام ده كله بيراعى في العمران المخطط، والكود بيلزم في الترخيص الالتزام بالكودات. طبعا كود الحريق جزء من الكودات، بس في كودات كتيره قوي، كود الجراشات وكود الحريق وكود المعوقين وكود الميه والكهرباء، كل دي كودات. احنا عندنا في مصر اكتر من 40 كود في البناء. نعم. فانت في العمران الغير رسمي والعمران الغير مرخص اكيد ما التزمتش بهذه الكودات، في الغالب طبعا ما بيلتزمش كده. الفكره ان الدوله رغم كده ما سابتش هذا الموضوع وعملت كود مخصوص لاشتراطات الحريق في المباني المتصالح عليها. اللي هيتم التصالح عليها. وده كود فيه مرونه عاليه جدا اكتر من الكود الاصلي. كويس. وعملت نسبه عاليه من السماح. ودت فرص بديله، يعني انت في بعض الاحيان بتطلب سلم تاني الزامي. يعني طب المبنى قائم ما فيش سلم تاني، في كل حاجه يبقى فيها بلان اي وبلان بي وبلان سي. لو انت ما قدرتش تعمل السلم عندك حلول اخرى. تمام. اوكي. لو ما قدرتش توفر شبكه ميه في المنطقه في الشارع بتبقى فيها حلول اخرى. فبرضه كود الحريق المخصص مش كود الحريق الاصلي، كود الحريق الاصلي كان مستحيل يتطبق على المباني طبعا المخالفه. فالكود الحريق اللي اتعمل، وده وزاره الاسكان مشكوره ووزير الاسكان موجود مع وزاره الداخليه ممثله في اداره الحمايه المدنيه بالوزاره، تعاونوا مع بعض وطلعوا كود حريق للمباني اللي هتصلح على اساس، لان هي كده كده معروف حالتها ان هي مش هتبقى
مطابقه للكود المصري، مش هنسيبها يعني لازم عشان امان للناس، توفر حد ادنى من الامان. اذا كان المبنى هي. اول حاجه في التصالح انه يكون المبنى سليم انشائيا وحد ادنى من السلامه الانشائيه، ونتاكد انه مش هيقع الناس، وده والناس هي الاساس في الاخر، يعني المواطن طبعا. هو الهدف الاساسي في التامين وفي القانون. فالسلامه الانشائيه مهمه بس مش هي كل حاجه. ممكن مبنى يبقى سليم انشائيا بس ما فيهوش اي شيء مطابق معايير امان لاكواد الامان والسلامه الاهم طبعا، كود الجراشات وكود الحريق. فالدوله عملت، وزاره الاسكان ووزير الاسكان مشكورا اصدر قرار وزاري بتنظيم حمايه من اخطار الحريق في المباني المتصالح عليها، وادت مرونه جامده جدا للتعامل وتامين المباني تمام اكتر من الكود الاصلي طبعا، وادت بحلول بديله يعني وكل مبنى على حسب والميزه انك بتعمل حل وحل بديل. لو انت ما قدرتش توفر سلمين يبقى لازم يكون في سلم واحد بشروط 1 2 3 4 تمام، ده معمول كويس. جميل. طب معانا احمد بالجيزه. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. السلام، اهلا بيك، اتفضل يا فندم. اهلا بيك يا فندم. بعد اذنك، انا والدي كان اشترى بيت مبني، احنا مش سامعين يا احمد. ممكن يا فندم، والدي كان اشترى بيت دور ارضي، بيت دور ارضي قبل 2008. ايوه، مبني من غير رخصه. مبني برخصه؟ لا، من غير رخصه. من غير رخصه، ماشي تمام. وبعد ما اشترى بنى الدور الاول والدور الثاني تمام، الدور 9 بدون رخصه برضه. بدون رخصه برضه، بدون رخصه برضه. هو تمام. في الحيز العماني في الهرم. الهرم. هل انا عليا كده تصالح؟ طبعا. طيب، ده قولا واحدا. تمام. السؤال الثاني، انا دلوقتي لما اجي اقدم دلوقتي، هقدم اللي هو جديد تصالح ولا هقدم تصالح على طول ولا هعمل ايه؟ لا، حضرتك بتقدم ما يثبت علاقتك بالمبنى اللي هتصالح عليه، وصوره من بطاقه الرقم القومي، وبتدفع رسوم فتح الملف، وهي رسوم بسيطه، وبعد كده بتقدم على التصالح. انت باني بدون ترخيص بالكامل بالظبط في الهرم، وممكن الهرم اعتقد ب 200 جنيه ولا حاجه، ما اعرفش قرار محافظ الجيزه بينظم الحته دي ازاي. فانت ملزم انك هتدفع قيمه التصالح على العقار بالكامل، بس انت بتدفع جديه التصالح 25% تمام طبقا لقرار معالي رئيس الوزراء. وبعد كده بعد اصدار قرار اللجنه بتقسط الباقي على 3 سنين بدون فوائد لو عايز يعني. تمام تمام. طيب، وليك فرصه طبعا لو قرار اللجنه ما انت معترض عليه وحاسس ان في اجحاف ليك او حاجه مش مظبوطه، ليك فرصه انك تتظلم في لجنه للتظلمات مخصصه لهذا الغرض يعني. تتظلم تاني يعني، لو انت مش عاجبك التقييم وشافه لا كتير تتظلم يا استاذ احمد. طيب، معلش، سؤال تاني اخير بسرعه عشان انا دلوقتي البيت ده مش متشطب والواجهه بتاعته مش معموله. ايوه. فهل ده يبقى اجبار عليا ان انا اعملها قبل التصالح؟ في المدن، القرى بس اللي ما فيش واجهات يعني، في المدن لازم تعمل الواجهه قبل ما تتصالح. في الهرم يبقى في المنصوريه، يبقى في المنصوريه مدن لازم تشطب الواجهه. شطب الواجهه طرطشه يا احمد. لا، شطبها كويس يا احمد. طب شطبها كويس عشان هتصالح بيتك، يبقى له قيمه بعد كده، قيمه ماديه، لانك انت راجل يعتبر مرخص. ربنا يوفقك يا احمد. معانا علي من المنوفيه، اتفضل يا فندم. مساء الفل يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. بعد اذن حضرتك تسمعني من التليفون يا استاذ علي بس عشان اثر الصوت عندك. ماشي حاضر يا فندم. بعد اذن حضرتك، انا بيتي كان بالطوب الني. ايوه. عملت احلال وتجديد عليه. تمام وبنيت دلوقتي. هل انا عليا بقى تصالح ولا معلش؟ الاحلال والتجديد ده برخصه؟ ايوه برخصه. طيب خلاص يا فندم. طب لو هو مش طالع له رخصه لازم انا اعمل اللي هو ايه بقى؟ لا وراح يعني انت حضرتك هديت الطوب الني؟ هديته لا، عامل له قضيه احلال وتجديد. ايوه. وعملت رخصه بهذا الكلام. ايوه، قضيه مرفوعه وبنيت مكان. معاك حكم محكمه انك تعمل احلال وتجديد مش كده؟ ايوه. طيب خلاص، ده يعتبر ترخيص يعني كده ترخيص. كده انا مع براءة. معلش حاجه، براءة لازم تكون نفذت الحكم. ما حاجه، الحكم نفسه لازم، حتى لو صوره الحكم دي مش باسمي، انا شاري البيت كده. ما جراش حاجه، المخالفه على العقار مش على الشخص يعني. يعني انا شاري البيت نفسه مبني كده. لا خلاص، المخالفه بتبقى على العقار مش الشخص يا علي. براءه. حاج صبري من القاهره، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام حضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. والله انا ليا سؤالين بس. اتفضل. دلوقتي انا واخد شقه في عماره. ايوه. ومخلص فلوسها. الراجل عمل جديد تصالح. تمام. وعايز يدينا الاستماره على اساس ان احنا نكمل ندفع الاقساط الباقيه. الاقساط التصالح. الاقساط التصالح اللي هي هتبقى المفروض ان هي عليه، فهو عايز يعملها علينا احنا.
والله دي علاقه مش منظمه قانون دوت يا استاذ احمد، مش احمد برضه؟ استاذ عم صبري من القاهره. صبري يا استاذ صبري، دي علاقه بينك وبين المالك وبينك من الراجل المخالف اساسا. ما نظمهاش هذا القانون، دي بنظمها حاجات تانية. القانون المدني بينظمها، المخالف هو المفروض يتحمل مسؤوليه مخالفته. المشكله هنا الوقت هيعدي، فانت لازم تلحق. طالما هو عمل جديد تصالح وبقى في وضع قائم، ممكن ساعتها بقى تتعاملوا معاه هو وترجعوا عليه بالقانون المدني بالقضاء ان هو اللي يتحمل المسؤوليه بالكامل. يعني هو يعني تكمل يعني تقدمه في الملف بقى ترفع عليه قضيه بالتعويض او كده، بس ده مش موجوده في القانون ده. مش موجوده. تمام. طيب السؤال الثاني حضرتك، اتفضل يا عم. انا مخلص فلوسي معاه وهو عمال بلوعني ومش عايز يعمل لي عقد نهائي. طيب انا مش عارف اعمل ايه. لا دي حضرتك دي بقى ايه، ممكن في مره كده نكون جايبين ان شاء الله حد قانوني متخصص في القانون المدني ونقول لحضرتك يا عم صبري ان شاء الله يعني. بس احنا بنقول له يعني طالما خدت فلوسك خلاص يعني. واعتقد موضوع التصالح والجديد تصالح اللي باسمكم بتثبت ملكيتك يا عم صبري. شكرا يا عم صبري. اشرف من القاهره، اتفضل يا فندم. طيب السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. ياك يا استاذ عيسى، والله ليه سؤال حضرتك. بالنسبه انا من القاهره وساكن في حته يعني شارع ضيق جدا اسمه ضرب حيدر في عابدين. تمام. التصالح بتاعي المتر ب 800 جنيه. المتر الواحد طالع لي ب 800 جنيه. طبعا شقتي 100 متر مطلوب 80,000 جنيه. الصوت بقى لا، عيد الجمله الاخيره بس، الشبكه وحشه عندك. معلش، المتر عندي حضرتك 800 جنيه. 800 جنيه. ايوه. فمعنى كده ان الشقه محسوبة عليا ب 80,000 جنيه. التصالح بتاعها اللي هي 100 متر. هي 100 متر. تمام. يعني 80,000 جنيه مبلغ كبير جدا. هل هو مبنى مخالف في الكامل ولا ليه رخصه؟ لا لا لا، ليه رخصه بس في دورين مخالفين. في دورين. ايوه يا فندم، ما انت هنا بتتعامل المبنى مخالف لرسومات الترخيص وشروط الترخيص، غير المبنى بدون ترخيص خالص. مش هيديك الحد الاقصى طبعا. وبرضه اعتقد محافظ القاهره عامل قرار جيد جدا ومبذل فيه مجهود كويس، يعني عامل مستويات في القاهره. اعتقد ان الحواري اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ارقام اقل من كده. راجع الرقم وراجع اللجنه في الرقم، وده من حقك. من حقك انك تتظلم من قرار اللجنه انها حاسبه لك بقيمه اعلى من القيمه اللي عايزها المحافظ. لا انت راجع. راجع استاذ اشرف، وان شاء الله هتلاقي بالتاكيد في تقدم مش معقول في حاره ب 800 جنيه طبعا. ده اكيد. وغير كده في مراعاه انك انت اساسا المبنى مرخص وانت خالفت شروط الترخيص، دي حاجه بتراعى في التقديرات. احمد باسكندريه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. السلام عليكم يا فندم. يا مرحبا، اتفضل. يا حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك. والنبي اسال سؤال للضيف المحترم اللي عند حضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل يا استاذ احمد. حبيبي. بعد اذنك، انا في العجمي في الواحد وعشرين. ايوه. يوسف في الواحد وعشرين. تمام. اشتريت طبعا، انت عارف المنطقه كلها وضع يد من العرب. فاشتريت سنه 2007 قطعه ارض 144 متر. تمام. بنيت البيت سنه 2008 او 2007، اخر 2007. تمام. وطبعا عندي عيال كتير وموظف على قد حالي، فعلى ما وضبت البيت سكنت فيه 2009. تمام. فدخلت الميه والنور 2009. كويس. ايه اللي انا اعمله بقى؟ انت حضرتك الدكتور اللي مع سعادتك بيقول ان قبل 2008 ملوش. لا ملوش ازاله، بس ليه تصالح حضرتك. واذا كان ليه ازاله باجراءات وحكم محكمه. يعني زي ما قلنا في الاول حضرتك ان المباني قبل 2008 ملهاش ازاله وجوبيه. واذا كانت مخالفه بيبقى ليها اجراءات وتسلسل اخر. انه بيتعمل ايقاف ومخالفه وبعد كده بتروح محكمه، والمحكمه اللي تقر الاجراء ضد هذا العقار بالازاله او التصحيح او البراء. تمام يا فندم. فانت مالكش ازاله وجوبيه، بس ليك لو حصلت ضدك اجراءات او ليك ملف في اجراءات موجوده ويتم استكمالها هيبقى تنتهي بحكم محكمه، ممكن يديك براءه. يا فندم احنا اكتر من 100,000 بيت. لا حضرتك مصر فيها ملايين من الحاله بتاعت حضرتك دي. تمام. طيب مصر ملايين من حاله حضرتك. هو الـ اعتقد موضوع التصالح هيديكم فرصة ان انت تقنن وضعك، يعني عم احمد تقنن وضعك ويبقى في ترخيص طبعا. تقدر تبني، تقدر تعمل، لان ده التصالح ورخصة. انت حضرتك طبعا وبالتأكيد قبل 2008 او بعد 2008 بيكون له يعني وضع خاص في هذا الموضوع.
هو على اي وضع من الاوضاع يا جماعه تقنين الاوضاع مهم جدا. احنا قد نكون مختلفين يا دكتور في حته مين اللي يقن مين اللي يدفع، المالك ولا اللي شاري الوحده، المطور العقاري ولا اللي ساكن، وهكذا، والحالات الكتير موجوده. لكن في النهايه هو بالتاكيد نتفق ان هو جاء انقاذا لوضع كان معقد. ده حقيقي وده حقيقي، ولازم نستغل الفرصه دي كويس، ولازم الناس تعرف ان الفتره اللي فاضله اللي باقيه فتره ضيقه جدا، ولازم نتحرك بسرعه شويه عشان نلحق نستفيد من الميزات اللي القانون اداها للمواطنين في تقنين اوضاعهم. ويحفظ يا فندم القانون قايل ان لا يتقدم للتصالح بتقف ضده كل الاجراءات. تمام. واذا كان تعامل على عقار مخالفات قبل كده بتسقط هذه الكلام، وفي بعض الحالات بيتسترد بعض الدفعات. اه طبعا. تمام. امير من الاليوبيه اتفضل. استاذ امير. امير من الاليوبيه اتفضل. اميره. اميره اهلا، انا اسف استاذ اميره. طب طيب تصلي بيها تاني يا امير. تمام. حضرتك ان واضح ان في ناس كتير مش عارفه تتقدم ازاي وايه الخطوات المسلسله للكلام ده. والله في حته مهمه جدا فعلا كنا لازم نتطرق لها، وكويس انك سالت هذا السؤال. حضرتك القانون سهل جدا التقدم للتصالح. نعم. وكان القانون ده اتعدل، يعني طلع 17 لسنه 2019، وكان تطبيقه من 9 ابريل وانت طالع. بعد كده اتجدد بقانون تاني اللي هو 1 لسنه 20. تمام. بس 1 سنه 20 ده تدارك اسباب مشاكل كتير كانت موجوده في القانون الاصلي. وده مش عيب طبعا، وانك تلحق نفسك وتصلح ده حاجه جيده. فمن ضمن الحاجات ان كانت الناس بتشتكي من صعوبة إعداد ملف التصالح وتكاليفه العالية، لأنك بتلزم الناس إنها تعمل ملف وتعمل تقرير استشاري وتعمل سلامة إنشائي العقار قبل أن تقدم للتصالح. في بعض المخالفات مش محتاجة هذا الكلام، وفي بعض المخالفات مش محتاجة هذا الكم، يعني ممكن مش محتاجة خالص تقرير، وممكن محتاجة تقرير أبسط بكده بكتير. نعم. عشان كده القانون في تعديله الأساسي قال لك يكفي الرسومات المعمارية وما يثبت علاقتك بالعقار، مالك كلي او كل عقار او مالك لاحدى وحداته. نعم. وصوره الرقم القومي للمتقدم بس. واخد بالك، والايصال الدال طبعا على تسديد رسوم فتح الملف بتاع التصالح. واللجنه المشكله بقرار المحافظ دي لجنه محترمه على مستوى عالي جدا. وكان روعه في تشكيل انها تكون تضم نخبه من الناس المحترمين، هي اللي بتنزل تعين العقار وتطلب منك التقرير المطلوب للنوع ده من العقارات. يعني في عقارات حالتها بسيطة جدا مش مستاهلة، يعني واحد باني دور واحد وشكل الدنيا سليم وخلاص، اللجنة مش هتطلب منه دراسات وسلامة انشائية واختبارات ومش عارف بالظبط. في مباني منظرها صعب، وطبعا الناس دي خبرات كلها، يعني بقول لك استشاري 15 سنة، يعني استشاري 15 سنة، يعني اصلا متخرج بقاله ما لا يقل عن 30 سنة من الكلية بالظبط، ومشهود له بكفاءة ومشهود له في هذا التخصص، فيعرف من 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 ولجنة محايدة، يعني الناس وطبعا محايدة هيقول لك المبنى ده محتاج دراسة شكلها ايه، ومكونات التقرير المطلوب لازم يكون 1 2 3 4. تمام. ده خلى تكاليف اعداد الملف تنزل كتير. نعم. يعني ممكن لجنة تقول لك مش محتاجة سلامة انشائية، الحالة احنا شايفينها مطمئنة، ده حق اللجنة، وفي اعمال مش محتاجة وده حق اللجنة، وفي مخالفات معمارية فقط ما فيهاش اي انشائي وده حق اللجنة، ما تطلبش منك حاجة. الكلام ده قلل المصاريف او التكاليف بتاعت الملف الاساسي، قلل انك تعمل حاجات اصلا ما كنتش محتاجها، وقلل وقت الاعداد لملف الترخيص. في بعض الناس مش فاهمه كده، وفي بعض الناس القائمه على تطبيق الكلام ده بيبقى عندها اخطاء شخصيه، ممكن يكون مش واخد باله، ممكن يكون ما عندوش الدراسه الكافيه والوعي الكافي، وده مش عيب برضه، ده يتصلح. فالقانون تم تعديله عشان يسهل على الناس، كان في بعض الجهات بتطلب اعتمادات معينة، القانون قلل هذا الكلام، ما بقاش في أي اعتماد مطلوب من أي جهة. جميل. بتتقدم برسومات عاملها مهندس نقابي فقط، اعتماده الشخصي على هذه الرسومات كافي لقبول الملف، وهم ملزمين أن يقبلوا الملف بتاع حضرتك. نعم. جميل. بتقدم التصالح. طب ناخد أستاذة منى من القاهرة، اتفضلي يا فندم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بحضرتك. أنا دلوقتي واخدة شقة في عين شمس. أيوه. تمليك. تمام. هو مترخصه، انا رحت الحي لقيتها مترخصه لغايه التاسع، انا واخده في الثامن. تمام. بعدين جيت اسجلها في الشهر العقاري، بيقول لي ما مش عارفه، قالوا لا ما لهاش تسجيل. انا عايزه اسجلها، عايزه اعرف لو حضرتك
لا يعني هو ما فيش الحمد لله مخالفات او يعني انت مش خاضعه لقانون التصالح ومخالفات لا 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 هي إيه؟ في الثامن انت في الثامن مرخص للسابع انت مرخص للتاسع مرخص التاسع يعني انت حضرتك جوه الرخصه جوه الرخصه اه الثامن انا في الثامن طيب ايه المشكله انا جيت ارخصها في الشهر العقاري مش راضين يرخصوها لي ليه حضرتك لا اكيد في سبب تاني غير كده يا فندم ممكن يكون في سبب تاني غير يعني موجود يا ريت يعني حضرتك مالكيش تصالح لانك انت في الرخصه بتاعت المبنى المبنى تسعة ادوار وانت في الدور الثامن فانت اصلا مش مالكيش تصالح مش محتاجين ناحيه التصالح موقف القانوني سليم ما انا رحت الحي بس عايز اعرف ليه مش راضي يرخص لا مش عارف طبعا ممكن لا يكون اسبابه لكن ممكن لو في حد محامي مع حضرتك ولا حاجه ممكن يعمل صحه ونفاذ يعمل تسجيل في شهر يعني لها تاكيد اجراءات طالما ان انت موقفك سليم في الشقه بتاعتك شكرا طب ناخد كفر الشيخ ما دخلتش معانا النهارده فناخد مصطفى من كفر الشيخ اتفضل يا استاذ مصطفى مساء الخير يا فندم عليكم اهلا بيك ليكم على الحلقه الجميله اللي بتمس او شغل الراي العام كله أنا ارجع لنا يا استاذ مصطفى اتفضل يا فندم فعلا ان واضح ان الناس يعني الحمد لله يعني من الاتصالات اللي جايه والناس بدات فعلا عايزه تفهم عايزه تستفاد ايه اللي بيحصل لكن في حاجه كده حضرتك دايما بنلاقي في اختلاف في التطبيق ده سببه ايه؟ بص مبدئيا الخطا في التطبيق لا يعني فساد النظريه بالتاكيد فاذا كان في بعض الاخطاء في تطبيق القانون لا يعني ان القانون فاسد او مش مظبوط اكيد لا طبعا اوكي فلازم بس نعرف ايه الخطا والغلطه فين ممكن يكون المهندس اللي حسب ما حسبش او سهي عليه ده وارد نعم. يعني مثلا واحد يقول لي انا حاسب مخالفتي كلها في 10 15000 جنيه طالبين مني جديه 20000 جنيه بالظبط ممكن يكون هو حاسب غلط ممكن يكون متخيل ان هو الدنيا سليمه هي مش سليمه وممكن اللي حاسب ما ياخدش باله مثلا دي مخالفه معماريه فقط مثلا مخالفه انشائيه فقط طبعا. فيكون حاسب انها مخالفه كامله نعم فوارد وعشان كده في لجان للتظلم مش هيدي له فرصه ثانيه بالظبط فرصه ثانيه وممكن لازم يكون عنده مهندس شاطر يعمل له الملف جميل ناخد اخر اتصال استاذ شيرين من القليوبيه اتفضلي يا فندم ايوه مساء الخير مساء النور اهلا بيكي اهلا بحضرتك لو سمحت كنت عايز اسال انا مشتري شقه في شبرا وبعد ما جيت اروح اتصالح بسال المالك ان انا اروح اتصالح راح قال لي لا انت ما لناش تصالح احنا العقار مبني على ارض تنظيم ارض ايه ارض تنظيم تنظيم اه لا في رخصه ولا ما فيش رخصه بس. لا ما فيهوش رخصه طيب. والارض ارض تنظيم فقال احنا يعني ارض تنظيم يا فندم ايه معنى ارض تنظيم صحيح اللي هو الارض اللي تتهدي يبقى عقار ويتهدي في شبرا لازم يرجع بنص الارض لورا ويبقى خط التنظيم يعني خط طيب التنظيم لا برضه لازم رخصه يا فندم او لو ما فيهوش رخصه ايوه لازم يحصل تصالح تمام ايوه طب هو ما فيهوش رخصه يبقى حضرتك لازم يحصل لازم يحصل تصالح طبعا طبعا لازم يحصل تصالح طب ناخد لازم يبقى لازم حضرتك طالما ما لناش تصالح لا سيب هو جايز مش عايز يدفع او مش عايز ان انتوا تقولوا له ادفع انت لان هو المفروض هو المخالف يعني يدفع لكن احرصي نفسك حضرتك وروحي الحي او روحي الجهه اللي انتوا بتروحوا لها واسالي هتلاقي نفسك ايه مطلوب مني ايه افتح ملف قبل ما الوقت ياخدنا وفي الاخر هتلاقينا كلنا هتلاقي في مشكله كبيره بالنسبه لك طب ناخد المحل اخيرا استاذ محمود اهلا بيك اتفضل يا فندم مع استاذ طيب الناس انتظرت كده طيب احنا كده اعتقد ان وقتنا كده خلص ولكن بنعتذر طبعا عن سير المكالمات اللي جاي واللي موجود واحنا بنعتذر بس احنا تعمدنا في هذه الحلقه اللي بنقفل بيها الملف اللي احنا فتحناه من 3 اسابيع ان احنا نكون ختامها مسك مع شخصية هادئة وهي تعي تماما كل التفاصيل في القانون وأهميته عشان كده يمكن احنا النهارده فتحنا التليفونات وأقول كلمة شهادة لله تعالى وجل الله تعالى احنا من 3 اسابيع واحنا بنتكلم في هذا الملف ما جالناش تليفون قال لنا ما تتكلموش ما جالناش تليفون قالوا لنا لا او زي ما بيتقال ويثار اطلاقا احنا بنتكلم منتهى الشفافية كل الناس اللي اتصلت دي من كل ربوع مصر اتصالاتها وعبرت بأسئلتها الحرة كلمة أخيرة للمواطن المصري من الدكتور رأفت شمس
بشكل عام وفي هذا القانون بشكل خاص. الهدف من القانون كان تصحيح اوضاع وتصالح، تصالح مع الناس وتصالح مع الدولة وتصالح مع المخالفين. فلازم نتأكد ان الحالة معمولة لخدمة البلد وخدمة المواطنين، وده الهدف الاساسي لأي تشريع. اي تشريع في الدنيا بيبقى موجه لحل مشكلة اساسية في جمارك، ضرائب، اي حاجة بقى في قطاع محتاج تنظيم. فالحالة ان موضوع المباني اللي اتبنت بدون ترخيص محتاجة تنظيم، فكان لازم يطلع لها قانون. نعم. وده شيء طبيعي، والقانون ده بيبقى ليه مرحلة وليه وقت بينتهي، وممكن المشاكل بقى يطلع لها قانون اخر حتى بعد كده، ممكن مين اللي ممكن يحصل لها اجراء تشريع. بالظبط كده. فهو كان خطوة كويسة لتصحيح اوضاع ما كانش ينفع تتساب. نعم. ونشكر القائمين على هذا الكلام، ونتمنى الناس تكون فاهمة، ونتمنى اللجان اللي بتطبق برضو اذا كان في اخطاء، وده بشر وارد طبعا. لازم ونشكر الناس اللي بذلت مجهود، يعني المحافظين بذلوا مجهود جامد جدا. تمام. الاداره المحليه بشكل عام بذلت مجهود كويس، اللجان بتاعه المحليات بذلت مجهود، لان الكم كبير جدا، وان كان في اخطاء ده طبيعي. طبيعي طبعا الضغط الشديد اللي حصل. ربنا يسهل والدنيا تعدي على خير ان شاء الله. شكرا والعافيه يا فندم. نشكر وقتك ونشكر فكرك ومجهودك معانا الاستاذ دكتور رأفت شميس. شكرا يا فندم. العافيه يا فندم. بالامل التقينا، وعلى الامل نلتقي ان شاء الله يوم الاثنين الجاي في ملف جديد معانا مهم جدا هنتكلم عنه برضه، وان شاء الله دايما نتمنى الخير لبلدنا ونستغل الفرصه بجد عشان نقن اوضاعنا ونقن اوضاع سنين طويله من العشوائيات. تصبحوا على خير.